بمشاركة فعاليات سياسية واقتصادية من لبنان وأوروبا على رأسهم رئيس الجمهورية ميشيل عون ممثلا بوزير الاقتصاد منصور بطايش، تم تأسيس الجمعية اللبنانية لشراكة بين القطاع العام والخاص PPP بمبادرة من رئيس بلدية عشقوت ألكسندر رزق والمحامي باكي ماناش المسؤول عن الشرق الأوسط في مكتب المحاماة الفرنسي فيدال، وبدعم من مكتب المحاماة الإيطالي CBA ومكتب عزيز طربي للمحاماة في لبنان. جمعية اللبنانية للشراكة بين القطاع العام والخاص هي جمعية بتخلق توعية بموضوع PPP أو الشراكة بين القطاع العام والخاص، بهدف تشجيع على القيام بهالمشاريع هيدي بلبنان، باعتبار انه هي أساسية اليوم لإعادة بناء البنية التحتية وتطويرها بالبلد من دون إرهاق الدولة او تكبيدها أعباء مالية كبيرة، باعتبار انه التمويل بيجي من القطاع الخاص والإدارة والتجهيز والتنفيذ وكله بيصير من القطاع الخاص يلي بيرجع ببيع الخدمة للقطاع العام. مفوض الجمعية لدى الحكومة المحامي رامي طربي شدد على أن لبنان بأمس الحاجة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. لبنان بأمس الحاجة لهالشراكة هذه، باعتبار أنه الدين العام المتراكم بلغ حدود اليوم كبيرة، وفي نقص بالتمويل للمشاريع يلي لبنان بحاجة إلها من بنية تحتية إلى علاقة بالكهرباء، بالماء، بالمواصلات، بالطرقات، بالإدارة، إدارة النفايات الصلبة إلى آخره. المشاريع إذا صارت من خلال عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص قادرة تأمن تمويلها الذاتي من خلال الشركات الخاصة يلي عم بتنفذها. طربي يرى أنه على كل الفرقاء المعنيين بمشاريع إدارة المرافق العامة والإدارات في الدولة أن تسعى قدر المستطاع في الاعتماد على هذا النوع من العقود. يعني أنا بشجع اليوم أنه كل الفرقاء المعنيين بمشاريع إدارة المرافق العامة بالإدارات بالدولة اللبنانية أنه تجرب قدر المستطاع تعتمد على هالنوع من العقود، على القانون رقم 48/2017 يلي هو بنظم وبيدير الإطار التشريعي لعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، تستفيد من خبرة الهيئة العليا للخصخصة وإدارة الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك بهدف إقامة أكبر عدد مشاريع ممكنة وتحفيز الاقتصاد والعجلة الاقتصادية في لبنان.